إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أجي نشوفوا دابا واحد الجزائري اللي في واحد البرنامج قال لهم اللي ما داسش المغرب ما يهضرش عليه. قال لهم اللي فيكم ما داسش المغرب ما يهضرش عليه، لأن ديك الصورة اللي كيعطيوكم على المغرب في الجزائر ماشي هي الحقيقية. وخير دليل كما كنشوفوا ان محرز عيا وما يشحنوا فيه المغرب، المروك جزرها مره واحده، رجع جاب معاه سليماني، جاب معاه عديد من اللاعبين الجزائريين وشافوا بعينيهم، قال لهم اجيو ها حدانا بلاصه اللي نقدروا نتحترموا فيها، نقدروا ندوزوا عطله باريحيه، ما كتسمع عند المغاربه غير مرحبا الترحيب والاحترام وكل شيء، بلا ما نهضروا على زيدان، ما نهضروش على مبابي، ما نهضروش على بزاف ديال النجوم عالميين اللي كيجيو يزوروا المغرب باش يشوفوا داكشي لاش وصل للمغرب ويشوفوا الاحترام. يعني كاينين بلايص سياحيه اللي ما تلقاها في حتى شي بلاصه، غير حنا كنحقروا بلادنا. كاينين بعض المغاربه اللي ما كيعطيوش الصوره، لان داكشي عندهم عادي، كيشوف هادشي عادي. كون خرجتي للجزائر ولا تونس ولا موريتانيا ولا الصومال غادي تشوف انك كنتي في جنه، كنتي في واحد البلاصه اللي يسودها الاحترام وفيها مآثر تقدر انت كمغربي تدور في المناطق السياحيه وتستمتع بهادشي. نرجعوا للموضوع، اجيونا نسمعوا اش قالوا. حسن من العاصمه. حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا العداله اللي دار يخلص هذا مكان كون دون تو لي بيي دي موند، دار تخلص ما دارش تربح. هذا مكان ما كان لها حصروا في هذا وفي هذا، يعني انت حسن تشوف لهم جا في الحبس دوك داروا حوايج وهم يخلصوا دار مين؟ هذو كانوا يقعدوا في ديارهم، وهذا الحراك هذا كاع فشتي في الفشتي، ما كانش الحراك، مات الحراك. كيفاش الحراك؟ شكون جاب تبون سي حسن؟ ماشي الحراك، تبون جابها الشعب، الحراك الشعب الوافي اللي نسني عليه. شكون طيح تبون؟ شكون طيح بوتفليقه؟ طيح بوتفليقه فعاله هما اللي طيحوه. غادي نقاطعوا باش نهضروا على هذا ديال شكون اللي طيح بوتفليقه، شكون اللي جاب عبد المجيد، شكون اللي هذوك راه غير كراكيز، راه الكبرانات اللي كيسيروكم هذوك غير كيبينوهم في الواجهه، ها عبد المجيد تبون، ها بوتفليقه، ها بوتشريقه، ها بوتغريبه، راه هذاك الشيء غير كيجيبو كيحطو تما. والدليل ان بوتفليقه كان معوز، كان جالس واستمر الحال على ما هو عليه. يعني شكون اللي كيسير الدوله ملي الرئيس كيوقع في شي مشكل بحال هذاك؟ يعني كتحس ان هناك واخا بسيط شي تغيير بسيط، حسوا بوالو، الرويضه غاديه بوتفليقه ولا بلا بوتفليقه. شوف ما حد النظام عندكم عسكري ماشي مدني، ما حد اللي كيسيروكم كبرانات، راه عمركم ما تزيدوا لقدام، عمركم ما تزيدوا، ما كاين لا حراك لا والو. وشفنا الحراك كيحيدوا واحد وكيجيبوا لك الشفار، يعني ماشي صافي راه دار الحراك. شفنا ليبيا شو وقع فيها؟ زادت شي حاجه لقدام، مشات للأسوأ. شفنا تونس مازال كتخبط في مشاكل، بلا ما نهضروا على العراق حاله خاصه، العراق كيفاش كانت كيفاش ولات. كملوا لا جيش لا واحد اخر فعال، بوتفليقه هو اللي في الطيحه، والبيع وليسونس راه باطل عندنا في الجزائر، والمازوت باطل، غاز ناتشورال باطل، ولي فرونتيير ما ينحلوش. انا عارفين هذوك الخلاط اللي راه صاري كاع راه جايين من المروك، ليسونس 15 سنتيم اورو لو ليتر، 20 سنتيم اورو، 20 سنتيم درهم. طيب يعطيك الصحه حسن من عاصمه، شكرا جزيلا. الياس من عاصمه من قطع الخط، سيد احمد من جيرالدا. جاوب بعد هذا قبل ما ندخلوا للمكالمه اخرى، هذا قال لك ليسانس دابا التناقض، قال لك حنا كذا مكرفسين، هذه ليسانس باطل. واش شرب داك ليسانس؟ واش غادي تعيش بالليسانس؟ الليسانس باطل لاش صالح لك. الا كنتي غادي تعيش في دوله ما قدرش توفر الحليب للسكينه ديال، ما قدرش توفر اللحم، ما قدرش توفر البطاطا، البصله، ابسط الاشياء، لا صالح داك ليسانس. كتشربوه الصباح، كتفطروا به، كتعشاو به، لا صالح ليسانس. بحال دابا دوك السودانيين كيقولك عندنا الذهب، عندهم الذهب، سير شوفهم كيعايشين، سير شوفهم كيعايشين، ما تفرقش بينهم وبين الدول
طايحين كاع في افريقيا نقولوا الصومال ولا بينهم موريت نشوف غير جدنا شي صومال غير موريتانيا جيب سوداني وموريتاني بحال بحال وهذا عنده الدب وهذا عنده الرمله والريح عندنا ليسانس بطل حرق به راسك الى عندك بطل السلام ورحمه الله وجرك خونا سالم لاباس والله الحمد لله اخي العزيز وانتم واسرك لاباس ما حبيت ندخل بس وجعوا لي قلبي هذا زوج عيبات لتعيبات لم يقدروا وجعوا لي قلبي يقول لك اين عدالة وشي خونا عدالة يقول لك يتشفى في المراركة مراركة خاوتنا المراركة جايح يا راجل انت اسمح لي كيف قلت لك سمحت علينا نتحبك كلمات هذا فهمني اخو يقول لك العدالة كل واحد بالتفولة اليوم يشوف العدالة يقول لك العدالة وانا رأي العدالة تكسا اخويا سيد حمد شكرا جزيلا باش نزيد نقول لك اقراك رام طاطال دين هادو كده دوباب يتكلم والجزائر داخلة في الحيط ولي يقول يحيى طبول ورانا مع طبول الله يحفظكم ان شاء الله مع طبول في جنة فقر اللي يحب تطبل واللي يحب شنقريحة الله يحفظكم معاهم الله يحفظكم معاهم وعليكم السلام ورحمة الله محمد مرحبا أخي أنا بغيت نجاوب على داك السيد اللي قال لك كل شيء في الجزائر باطل الغاز باطل ليسونس باطل يعني كل شيء يعني إنسان لاباس عليه في الدار ما يخص والو ولكن هو يقارن بالدولة كما المغرب ولا فرنسا ويقارن على أساس أن الغاز في المغرب ولا في فرنسا 15 سنتيم شخص يقول بشحال 15 سنتيم بشحال بالعمله نتاع الجزائر العمله نتاع الجزائر غاليه بالنسبه للبلاد اللي عندها البترول وعندها الغاز وانا نقول على كل حال انا مشيت للمغرب وشفت لكن الناس اللي ما مشاش المغرب يهضروا ويشوفوا يهضروا ويقول لكن نتمنى على اي واحد يمشي للمغرب ويشوف مقارنه مع دوله عندها بترول ودوله ماشي عندها بترول وانا على كل حال برافو عليك هذا هو الميساج دابا انتم عندكم البترول تجيب مغربي وجزائري تشوف شكون اللي عايش حسن ماشي كنقولوا ان عايش مزيان شكون اللي حسن من الاخر ولا الصالح البترول لا الصالح الغاز لا الصالح ياك عيتو ما طيروا الانبوب ديال الغاز داه المغرب عيتو ما طيروا وقطعتوا الغاز على المغرب ما كرهتوش تحرقونا قطعتوا علينا الغاز شدينا من اسبانيا اتفرقع دابا هي من إسبانيا جاينا بنفس الثمن باش كنا كنديو راه جانا من إسبانيا هادوك هما الجيران هادوك هما اللي كيعرفوا بحق الجورة لقينا الخير في إسبانيا ما لقيناش فيكم نتوما كتخرج كتقول لنا خاوة خاوة ديالاش خاوة خاوة يا خوي لوالديك الركابي ديالاش خاوة خاوة أنك كتسد لنا الحدود كتقطع الغاز وكتسب المغاربة وكتسرق من المغاربة وكتشوف تشوه الصورة المغاربة وفي المنتديات كتجي باش تجيب دوك عشرات الناس اللي كتسموهم أنت البوليزاريو باش دير البلبلة للمغرب هذيك هي خوا انكم غلبتونا في مقابله ديال الكره في كاس العرب وحرقتوا الرايه هذيك هي خوا وريونا فين خوا نهار نهضروا حنا علاش ما تهضر علاش الفتنه خوا تهضروا نتوما حلال عليكم وحنا حرام علينا مش عارف العقليه ديال شي وحدين كيكومونتي كيقولوا لك ودي ما تهضرش على الجيري خوتنا هذوك خوتك انت حنا ما لقيناش فيهم الخير كملوا ما عندي اي اتصال من المغرب ولكن الحق يقال ومن بعد يقولوا تطبيع انا اغلب الدول العربيه مطبقه يديروا هذا الشيء الحقد والحقد بين الشعوب دابا كيهضروا كيقول لك التطبيع لقينا الخير في اليهود ما لقيناش فيكم حتى نتوما كديروا التطبيع مع اليهود نتوما ماشي في العلن احنا عادي ان التجاره كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيدير التجاره مع اليهود عادي وليه كاين يهود مغاربه كنحترموهم الى ابعد درجه ودوك صحابنا وخوتنا وحبابنا في كاين عندك المشكل انت اللي كتقول اليهود اش عطيتي انت لفلسطين رفع الرايات في المقابلات اش عطيتي لفلسطين ولا الهضره غير كتركب على الموجه كتبغي تكسب العطف ديال العرب وديال المسلمين احنا راه مع فلسطين الاخرين راه مطبعين في كاين المشكل في كاين المشكل شكرا لكم شكرا خويا يعطيك الصحه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سي ناصر واه تهضروا على القضاء اها
اللي يروح القضاء يدي مع قرعة ريحة والفهم يفهم. المهم أنا عندي نداء، غادي تكون واحد الوقفة ولا مسيرة في مدريد يوم 25 السبت الجاي هذا إن شاء الله على الزوج. غادي تكون مسيرة من وزارة الداخلية تاع إسبانيا وتهود حتى البرلمان. أي واحد يكون قريب في إسبانيا وخصوصا في مدريد ولا يشرفونا بالوقوف معنا تماك نصرة أخونا بن حليمة محمد عبد الله وإبراهيم العلامي. هذه الوقفة مخصصة لهادو وسجناء الري، ما فيها لا بوليزاريو لا مسائل تاع سياسة لا ركوب. قليل، شوف ما غاديش يجيو الناس يديروا معك مسيرة غير إلا كانت من أجل إعادة مقابلات الكاميرون، باش تعرف كيفاش سارحين الشعب ديالهم كيديروا مسيرة من أجل إعادة مقابلة الكاميرون كتلقى الشعب كله مشى لمقر الفيفا. وإلا قال لهم مسيرة من أجل الكرامة ديال الشعب الجزائري ما كيجي حتى شي واحد. أين المنطق في هذا؟ هذا دابا قال لهم شوف هذه المسيرة ماشي من أجل البوليزار ماشي من أجل السياسة صافي ما يجي حتى شي واحد. ما كانوا كيشحنوا الناس صافي الا كان مع البوليزارو كتلقى الجزائريين راه ما كاينش البوليزارو راه ما كايناش هاد القضيه هادي راه ما تلقى حتى شي واحد من البوليزارو تما كتلقى غير الجزائريين اللي عامرين الكثار. يعني البوليزارو عشرات الناس كاينين في الخيام غادي يمشي واحد تجو في اسبانيا ما يمكنش كيجيبوا جزائريين ويلبسوا لهم دوك اللباس ديال الصحراء ويديروا لهم هذاك ويهزوا الرايات. الحكومه الجزائريه ولا الكبرانات هما اللي كيشحنوا هذوك وكيديهم يلا ديروا احتجوا في اسبانيا ساليتو دوزوا عند المقر هاك 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 يلا الى وقفه اخرى. والليله قالوا لي بغاو يسرحوهم عاود يدوخوا الشعب باش ما يحتجش على حقه كيقولوا سيروا المقر ديال الفيفا اجل اعاده مقابله الكاميرون. بقاو راكبين على هذا الموجه ديال اعاده مقابله الكاميرون حتى كيتسال قضيه تسال كاس العالم. على فكره عاد تفرج دابا في المقابله ديال داخل الصاله المنتخب المغربي يا سلام هذاك هو المنتخب هذاك هو المنتخب اللي كيرفع ريوسنا ما كاين غير 16 13 جوج رقوم الفوق هذوك هما اللي كيشرفونا. نتمنوا انهم يلعبوا ضد الجزائر. دابا نعاود ديك هو الجزائر احنا جايين دابا احنا جايين ديال بصح ماشي ديال الشمايت اللي خاوا بينا في قطر. هادو ديال بصح هادو السبوعه فاش كتشوف الناس الرقيق والدقيق الرقيق شوف الناس صافي بديت كلاشي الدقيق واو والطاقم ديالو المنتخب كتشوفهم انهم واقفين على الصح. توصل اخر هذا الفيديو بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير. السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.